Good Choice Studio and Islamic Network. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا خوف عليهم.
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو فوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب والبشر قائل ورب المواد بعيد فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بغيان بينهما برزخ لا قرآن کریم کی تلاوت کے مختلف لہجے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہو تو آپ کی آواز کے اندر بھی ایسی
غراہٹ اور ایک دبدبا سکیل ہونا چاہیے اس کے پڑھنے کے. اب یہ جو میں لہجہ پڑھ رہا تھا اس کو بولتے ہیں رست, اس کو بولتے ہیں مقام رست. اب میں دوسرے لہجے میں پڑھوں گا تاکہ آواز کی تبدیلی کا بھی آپ کو اثر محسوس ہو, اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کا ربط کیسا ہے. اب میں دوسرے لہجے کی طرح پڑھوں گا, پھر جب میں تیسرا کروں گا یوں کر دوں گا تاکہ بیچ میں مجھے بولنا نہ پڑے, آپ آواز کی تبدیلی کو محسوس کریں اور آپ کو لطف آئے. قرآن کریم کے پڑھنے کے سات لہجے ہیں, اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو تو آپ کی آواز کے اندر بھی عظمت نظر آئے, جہاں اللہ تعالیٰ بشارت سنا رہے ہیں تو آپ بھی خوشخبری والے انداز میں پڑھیں, جہاں حزن غم ہے تو آپ کی آواز کے اندر بھی غمگینی نظر آنی چاہیے. تو اب میں لہجے کو بدلوں گا تو آپ کو احساس ہوگا. اب بڑا پیارا لہجہ, اب اس کا نام ہے بیات, یہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مرج البحرین بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما منهما اللؤلؤ المرجان يخرج منهما بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا يغشاها
والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بڑے احسن انداز کے ساتھ جنابی شمس القرآ زینت القرآ نجم القرآ جنابی قاری محمد عبید الرحمن عظمی صاحب